قصتنا اليوم في خلافة عمر مع عيينة الفرازي، عيينة ابن حصن الفرازي، وكان رجلا سيدا في قومه. أخرج البخاري ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن رضي الله عنه فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان الحر هذا من النفر الذين كان عمر رضي الله عنه يقربهم، كان من القراء الذين يحملون كتاب الله عز وجل، وكان عمر رضي الله عنه يقرب القراء ويجلس إليهم، ولم يكن يعطي وقتا كثيرا للأشراف وزعماء القبائل. هذا عيينة كان زعيما في قبيلته، فذهب إلى الحر بن قيس هذا القارئ، فذهب إليه وقال لابن أخيه: يا ابن أخي، إن لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي، خلني أجلس معه. فاستأذن له الحر بن قيس، فدخل على عمر رضي الله عنه، ثم اسمعوا ماذا قال. قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل. سبحان الله، أهذا يقال لعمر؟ أي يقال لعمر لا تحكم بالعدل، وعمر رضي الله عنه قد بلغ عدله الآفاق المشرق والمغرب، حتى جاء الرجل من خارج المدينة يبحث عن عمر رضي الله عنه، وكان رسول لأحد الملوك، ذهب يبحث عن عمر فما وجد عمر، ما وجده في المسجد، ذهب إلى بيته ما وجده في بيته، حتى وجده نائما تحت شجرة وقد وليس معه لا حارس ولا شيء، قد وضع حذاءه على خده ونام. فنظر إليه وتعجب وقال: لا عجب، حكمت فعدلت فأمنت فنمت. سبحان الله، هذا الرجل العربي جاء وقال: فإنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطي الجزل. سبحان الله، غضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال الحر، هذا الحر ابن أخي عيينة، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله، يقول الحر، والله ما جاوزها عمر حين سمعها، كف وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.